مروة بن مسعود، صحفية بقسم أخبار إذاعة تونس الثقافية. تحصلت على جائزتين، الجائزة الأولى في الوثائقي الإذاعي في إطار برامج التبادلات الإذاعية بوثائقي الإوز الرمادي. الجائزة الثانية اليوم الحمد لله وفقنا ربي، الجائزة الثانية في برنامج سفراء العلوم، هو برنامج يعنى بالشباب المخترعين. قدمنا فكرة تصور جديدة للجنة في تصور فيه تعدد الأشكال الصحفية، والحمد لله إن وفقنا ربي اليوم باش خذينا الجائزة هذية، وألف مبروك للإذاعة التونسية. رحاب الحمروني، مراسلة قناة القدس الفضائية، هي قناة فلسطينية مقرها الرئيسي في لبنان. فازت القناة بجائزتين، بجائزة حول ومضت كيف نبني ونسترجع فلسطين، توجنا بالجائزة الثانية، وتوجنا أيضا بالجائزة الأولى في برنامج مش برنامج. طبعا هذه حاجة أخرى تضاف لرصيد القناة، هذه ليس أول تتويج تحظى به القناة في مثل هذه المهرجانات، ونتمنى أنه تبقى ديما المسيرة متواصلة نصرة لفلسطين. شكرا جزيلا. عاطف حوشان، منتج من سوريا، تسلمت جائزة أفضل مسلسل اسمه قناديل العشاق. هي جائزة لشركة سوريا الدولية، وبما أنه سوريا الدولية من سوريا وأنا من سوريا، تعتبر الجائزة كلها لسوريا. وبشكر كل القائمين، وبشكركم من كل قلبي على الحفاوة التكريم اللي شفناها بتونس، وإن شاء الله كل سنة بنشوفكم بأحسن الأحوال. تتويج متجدد للتلفزة الوطنية اليوم من خلال حصولها على جائزتين، الجائزة الثانية لبرنامج الأحد الرياضي، وهي مسابقة لأول مرة تدخل برامج رياضية لمسابقات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وكالعادة المسلسل الاجتماعي التونسي دائما متوج في هذا المهرجان الدوامة، تتحصل على الجائزة الثانية في مسابقة المسلسلات الاجتماعية. كل عام وتونس دائما متألقة وبخير. أكيد أجواء بتطير الجمهور عظيم جدا. أنا اليوم كان لي الشرف إني كنت موجود بهيك محفل فيه أكثر تقريبا من أغلب الجنسيات العربية، وكتير كنت مبسوط. أكيد هل بتشوفوك في مهرجانات صيفية سنة إن شاء الله في تونس، ولا مازال ما فماش بروجرام؟ لا إن شاء الله، يعني في بوادر خير لحتى أكون بمهرجانات صيفية، وقريبا رح نعلن بإذن الله على كل شيء. الجو حلو برشا، عجبني سورتو على خاطر الضيوف اللي بحذنا واللي جاوا لتونس، وإحنا ماذا بينا ديما نقدم صورة حلوة على بلادنا وعلى تونس، وأن تونس مضيافة، والمناسبة ككل حلوة برشا، خاصة لنصرة القدس. معناها تمنيت، كان حضرت أنا أغنية سبيسيالمون للحدث هذا، وما كانش في فرصة أن نغنيها خاطر تطلب برشا تقنيات وكل. إن شاء الله باش نصورها قريب، وإن شاء الله نهديها للقدس الشقيق. بعد مهرجان إذاعة وتلفزيون نشوفوا صوفيا في حفلات أخرى إن شاء الله؟ أكيد في المهرجانات الصيفية إن شاء الله.